وللحديث عن الوضع السوري ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة القطرية الدوحة المحلل السياسي السوري محمد ياسين النجار. مرحبا بك معنا أستاذ محمد. على الرغم من الرفض الشعبي لمؤتمر سوتشي، لأن هناك من يرى أن سوتشي حققت فائدة للمعارضة بإعادة النظام إلى مسار المفاوضات بعد تهربها في الجولات التفاوضية السابقة، ما هو تعليقك؟ الواضح تماما أن السيد دمستورا استطاع أن يأخذ مؤتمر سوتشي ويضعه في سلة جنيف، وهذا هو المطلوب من خلال القرار الأممي 2254 والذي يتكلم عن السلال الأربعة. لذلك المطلوب الآن عودة النظام إلى التفاوض في جنيف والانخراط جديا في عملية التفاوض، حيث لاحظنا تماما خلال الجولات السابقة أن النظام يحاول التهرب بكافة الوسائل من خلال استفادة المعامل الزمني أو التلاعب بالألفاظ حتى لا ينخرط في عملية تفاوضية جدية يمكن من خلالها تنفيذ القرار الأممي. نعم، يعني هنا يأتي السؤال، لماذا وافق النظام على العودة إلى المسار التفاوضي بتشكيل اللجنة الدستورية برأيك؟ هذا لا يمكن للنظام إلا أن يوافق عليه، لكن عملية التطبيق العملي لعملية الانخراط والعملية التفاوضية سوف يحكم عليها خلال المرحلة القادمة. لذلك نحن لا نعول كثيرا على الكلام اللفظي الذي يخرج من هنا أو من هناك ومن خلال التقارير الروسية. لذلك كان عدم تواجد إقامة مؤتمر سوتشي ليس ذو فائدة، لكن المطلوب كان من الدولة الروسية الضغط على حليفها النظام وإدخاله في العملية التفاوضية وفق القرار الأممي حتى يتم حماية المدنيين، ونلاحظ جماعا ما يحصل في الغوطة الشرقية وأدلب من خلال عمليات القصف أو الحصار التي تودي بحياة السوريين. واليوم حصل العمليات قصف في المواد الكيماوية بغاز كلور لمنطقة دوما، وهذا يؤكد أن النظام غير جاد في أي عملية تفاوضية ومستمر في عمليات جرائم الحرب وجرائم الإبادة ضد الشعب السوري. نعم أستاذ محمد، يعني على الرغم من أن المعارضة رفضت الذهاب إلى مؤتمر سوتشي لأنها الآن تنخرط في مخرجاته، ما هو تفسيرك لذلك؟ المعارضة هي جادة في عملية تفاوضية حقيقية، هي تريد الوصول إلى أهداف الشعب السوري بالانتقال السياسي، لكن النظام هو من يحاول التهرب من العملية السياسية. ولاحظنا تماما في الجولة الثامنة كيف حاول الوفد المعارضة بكافة الوسائل للانخراط في عملية سياسية نصل من خلالها إلى الوصول إلى أهداف الشعب السوري، لكن حتى الآن روسيا وإيران يحاولان أيضا دعم النظام في عدم الوصول إلى عملية تفاوضية. المطلوب خلال المرحلة القادمة من السيد دمستورا التعامل بجدية أكبر مع النظام وفضح من يسوف ويماطل في عملية تفاوضية، وإلا أنا أظن أن العملية التفاوضية سوف تكون خطرة وقابلة للانهيار خلال المرحلة القادمة. نعم أستاذ محمد، إن قبلت الهيئة العليا للمفاوضات الحصص المفروضة من أعضاء اللجنة الدستورية من قبل روسيا وإيران، كيف ينتظر أن يخرج هذا الدستور؟ الدستور اللجنة الدستورية وفق القرار الأممي يتكلم عن عملية لجنة دستورية لبلاد السور، ولكن الذي سوف يوافق على الدستور هو الشعب السوري. لا يمكن لأي فئة أن تكون هي التي تقرر الدستور الذي يحكم الشعب السوري، والجميع يعلم أن السوريين كتبوا دستورهم منذ عام 1920. لذلك لا يعقل أن يكون هناك النماذج الذي لاحظناها في مؤتمر سوتشي من المجرمين وإرهابيين وشبيحة، هم هؤلاء يمكن أن يكون لهم دور في كتابة الدستور. الدستور يمكن أن يكتبه أكاديميون وشخصيات فاعلة في المجتمع السوري حتى يستطيع بناء دولة ديمقراطية مدنية تحمي السوريين بكامله، ويكون من خلاله المؤسسات العسكرية والأمنية في خدمة الشعب السوري وليس سيفا مسلطا على رقابها. نعم، الأستاذ محمد ياسين النجار المحلل السياسي السوري كان معنا من العاصمة القطرية الدوحة، شكرا لك.